في قلبي أعظم تعزية وفي عمري غنيمة أسمع عن ربي وفدية آية وترنيمة في قلبي أعظم تعزية وفي عمري غنيمة أسمع عن ربي وفدية آية وترنيمة ولساني دايما هيسبح وقلبي ساجد بكل عزيمة وانشد أشعاري وأغانية لكل العالم في كل مناسبة وأمسية حفلة جميلة آية وترنيمة آية وترنيمة آية وترنيمة آية وترنيمة. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آية وترنيمة. والنهاردة هتكلم معاكم عن السماء، السماء اللي ثمرة من ثمار
دموع ملت عينيها لفترات طويلة، كل واحد زرف دموع كتير بسبب أشياء وأشياء وأشياء في هذه البرية الصعبة. إني اللي بعزينا في هذا الموضوع أن الله نفسه في عدد 4 من هذا الأصحاح: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. كل دمعة من أول وانت طفل لغاية ما تروح السماء، الحبيب ياخدك في حضنه وكفكف دموعك وقول لك مفيش أحزان تاني، مفيش أوجاع تاني، مفيش أنين تاني، مفيش بكا تاني، تاني خلاص انتهى الألم في هذه الأرض. دلوقتي احنا في سماء، هنفرح، بس هنفرح، ملناش غير إننا نفرح. وسيمسح الله كل دمع من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد. الموت بزعلنا طبعا، بزعلنا على أحبابنا وعلى كل اللي ديك تشرب من ينبوع الحياة مجانا ببلاش، ومش ببلاش بالنسبة له، ببلاش بالنسبة لك، لأن الدفع الثمن. يسوع عطش على الصليب علشان يقدر يرويك يا كل عطشان. من يغلب، شد حيله كده ويغلب ويجاهد في برية هذه الحياة ويستحمل شوية الألمات اللي يعني مش كتار قوي في عمر قصير قوي، من يغلب.
اوقات النفس ممكن تبقى بتبغض حد فانت قتال قتله. والصح اختبار من اختباراته في كورنثوس الثانية أصحاح 12 عدد واحد بيقول أنه لا يوفقني أن أفتخر، فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته أعرف إنسان. يا اتضاعك يا بولس، مع إن هو الإنسان بيتكلم بصيغة الغيب عن واحد يعني أعرف إنسان في المسيح قبل 14 سنة. المهم أن هذا الإنسان في المسيح، من غير المسيح مفيش روحان السماء. بدون يسوع هو الطريق والحق والحياة. بيقول من 14 سنة اختطف هذا إلى السماء الثالثة، وليس بيت الآب اللي هي مكان انتظار المؤمنين دلوقتي اللي سبقونا للملك. وأعرف هذا الإنسان في الجسد أم في خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. بيقول إيه؟ أنه اختطف إلى الفردوس والسامع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. أنا اللي شفته في السماء واللي سمعته ما حدش يقدر ينطق بيه، من جمال التسبيح، من جمال الترانيم، من جمال الكلمات اللي سمعته. شيء مذهل، شيء عجيب. أحبائي اللي مستنينا شيء عجيب في السماء. علشان كده كغريب كتبت، أنا دايما أحب أشاركه بأشعاري في الحلقات، كغريب وأنا بقول له أنا يا رب غريب ونزيل في الأرض دي، أنا ماليش فيها مكان. كتبت قصيدة بتقول رفع الغريب عينيه على السماء وقال تكفيني فيها الحبيب رب السماء، منيتي ونور عيني فيها يسوع كل المنى،
فرحته وبهجة سنيني فيها ما لا يخطر على بال ولا ما رأيته عيني فيها القديسين وأبرار غلبوا وكل اللي قبل سبقوني مناي أشوف السما هوني يا غربتي هوني أنا ماليش غير هدف واحد أشوف يسوع بعيوني. رفع الغريب عينيه على السما وقال إمتى هكون فيكي أحلى ما فيكي رب الفدا يا نفسي جماله يسبيكي ده حب عريسك للمنتهى وحبه يكفيكي لما تشوفيه بعد العنا تنسي عطشك ويرويكي ولا ذكرى الأيام التعب اتطلى في عينيه تنسيكي واوعي تنسي من التعب قرب مجيء يسوع ليكي وللأبد تفضلي معاه وعن كل ألام يعزيكي. رفع الغريب عينيه للسما وقال يا سما السماوات ناديني فيكي أفراح الأبد عريسي وعد وأنا زاد شوقي وحنيني للي اشترى للي اشترى للي فدى للي بدمه شاريني فيك الوطن بعد المحن فيك يسوع يلاقيني وصوته الحلو يندهلي وإيده تطبطب تداويني من جروح حفرها الزمن ومن دموع ياما ملت عيني وابقى معاه للأبد وللأبد يهنيني. رفع الغريب عينيه على السما وقال انت اللي مصبراني انت اللي مصبراني على الضيق والاضطهاد والألم واللي بيتمنوا زوالي انت المصير والوطن والحب اللي فداني
أعزائي المشاهدين، الله أعد لنا السماء. ما علينا إننا نؤمن بعمل الكفارة على عود الصليب وقول له أنت فداية، أنت نصيبي، أنا رايح السماء على حساب دمك، أنا قبلتك مخلص وفادي، هيبقى نصيبك السماء معايا ومع ربوات القديسين. عشان كده إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى من برنامجكم آية وترنيمة، الرب معاكم. في قلبي أعظم تعزية وفي عمري غنيمة، أسمع عن ربي وفادية آية وترنيمة. في قلبي أعظم تعزية وفي عمري غنيمة، أسمع عن ربي وفادية آية وترنيمة. ولساني وقلبي ساجد للي وهبني، هرنم له بكل عزيمة وانشد أشعاري وأغنية لكل العالم في كل مناسبة وأمسية حفلة جميلة.